بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. هذا النبي أيها الأحبة رفع لغة الضاد إلى أعلى عليين، وأنها حقا لغة الضاد هي لغة القرآن الكريم. مرحبا بكم، مرحبا بكم في رحاب مقهى كول داون الأدبي. اليوم سنحتفل بقامة كبيرة، سنحتفل بمن نقيل فيهم كاد المعلم أن يكون رسولا، سنحتفل بمن يحمل أناتا وآهاتا ليكون المجتمع في أبهى حلة وبأبهى صورة. سنحتفل أيضا بقامة أدبية أعطت الكثير للصرح الثقافي والأدبي. الأستاذ عربي سربوت هو عنوان كبير لما أعطى وما أفناه في شفاهنا. حب الوطن، حب المقدسات، حب الملك، حب رايتنا الوطنية الحمراء وخماسيتها الخضراء تلتزم منا أن نقف لها احتراما وتقدير لنشيدنا الوطني. نحن رجال الغد. أنا من هنا أقول تحية لكل معلم، لكل أستاذ، لكل معلمة وأستاذة ضحت من أجل أن نكون هنا وأن نتكلم بلغة الضاد وأن نتكلم بلغات أخرى. تحية تقدير وحب ووفاء. ما أروعك أستاذي، ما أروعك أستاذتي، وأنت أدخلتني إلى هذا الوطن وأعطيتني الكثير لأكون أنا الآن بينكم وأتلي ما في جعبتي. فتحية كبيرة لهذا المعلم الماتي بيننا اليوم وهو لذا أدعوكم أن نقف دقيقة احترام وتقدير للأستاذ عربي سربوت. من الصعب أخذ الكلمة عند سفكات عبد الله وما أتى من علاقة الإنسان وحسن التعبية في حق المعلم والأستاذ بصفة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرات السادة والسيدات. أيها الحضور الكريم، يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن المشرفين على مجموعة صدى ساكنة برنوسي أن أقدم لكم أرقى وأصدق عبارات الترحيب والشكر على قبولكم الدعوة لحضور إلى هذا الحفل البهيج. وإنه لكذلك لا فرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى أفراد المجموعة وبالخصوص المشرفين على مجهوداتهم المشكورة. في 20 أكتوبر 1964 التحق بمدرسة البوصيري كمعلم بديل انستيتور سوبريون، وفي سنة 1967 يحصل على شهادة سيرتيفيكاتو سيرمون نورمال، هذه الشهادة التي خولت له أن يصبح معلم متدرب. وكاين منهم أناس اللي في المهجر في كندا، فرنسا، في إسبانيا اللي التحقوا به شخصيا وكيقولوا لي بأن الغائبين أكثر بكثير من الحضور. وشكرا. ما أحوجنا إلى الرجوع إلى قيمة الأستاذ التي فقدت تماما في هذا الجيل. الآن أقول لكم الحقيقة، هناك 14 دولة منهم 5 دول عربية أجرة الأستاذ توازي أجرة الوزير. 5 دول عربية والدول الأوروبية والدول الإسكندنافية كلها الأجرة للأستاذ توازي أجرة الوزير. هنا في المغرب عندنا مازال الأستاذ صراحة يستحق منا الكثير. شكون من أين يأتي التعليم؟ يأتي من المعلم، من الأستاذ، لا شيء سوى التعليم. يجب النهوض بالتعليم عاليا، يجب أن نعطي
ما في جعبتنا لكي نكرم الأستاذ، لكي نكرم الحرفة، لكي نكرم العلم. العلم العلماء ورثة الأنبياء، ولهذا قال الشاعر: كاد المعلم أن يكون رسولا. مرحبا بك أستاذ العربي السعود، بين أصدقائك بين عائلتك. اليوم نتوجك عريسا في هذه الليلة، نقول لك أنت بين أبنائك، بين أخواتك، بين أصدقائك، بيننا تماما، نعتز بك. واعلم بأنك تصان كثيرا كثيرا، وأن هذا اليوم يدون عندي وعند الأصدقاء بمداد من ذهب. لك الكلمة أستاذي. شكرا لي هذه الكلمة. كنقول مع الشيء حكيم عطو حول الكلمة، غادي نتكلم شوية بالدارجة، ولكن بغيت نبدا بحاجة وحدة. هو الشيء فكر، أن أود أن أقف له احتراما. لا أقف له احتراما. أود أن أقف له احتراما لانسياب لغته العربية ولترتيب أفكاره ولهدفها، لأن أفكاره كلها كانت هادفة. وكان أمري الأول هو أن أقول كلمة باللغة الفرنسية ما دمت بلغت هذا الهز باللغة الفرنسية، وإن كان هناك كانت الرغبة في التدريس. أستاذ العربي السرفوت وهو يكلمني ويقول ما أحوجه أن يتكلم ربما باللغة الفرنسية، جال بخاطري أن مولياغ ابتسم داخل قبره وهو يقول للأستاذ العربي السرفوت: أهلا بك بيننا، رفعت من لغة مولياغ إلى الأعلى وتكلمت عليها بفن وبإتقان، أعلم أنك تتقنه. مولياغ يبلغك السلام أستاذي العربي. فيما يتعلق باللغة الفرنسية، سبق لي أنني اتصلت بأحد الفرنسيين وهو كان أستاذ للفلسفة، وما أدراك ما أستاذ للفلسفة، وفرنسي الجنس، هو فرنسي. وكنا نتبادل الكلمات عبر الشرط. مرة ارتكب خطأ لغويا فنبهته له، فكلمني بالتليفون بالمباشر وقال لي: مسيو سيربوت، vous êtes français de par votre langue, je suis français de par mes papiers. السلام عليكم اخواني الكرام جميعا. صراحة ما وجدت شي كلمة ولا عندي شي، ولكن نظرا لطلب من السي عبد السلوط الذي احترمه واقدره كثيرا، التحقت بمديريه الصفات اللي هي التفاصيل قديما كمستشار في التخطيط. بدايه العمل ديالي باقي جديد، تنشوف ما كاين شيء ابكالوتي انفورماتيك، يعني خدامين بالماكينه الاوراق الى اخره، عمل تقليدي. وكنشوف سي سيربوت هو بعيد مني في مكتب اخر، عنده واحد الركام ديال الملفات كبيره كثير، يعني ملفات ديال المنح، ملف ديال الارف وكذا كيمشي يجبدو، بمعنى كان واحد الدقه، واحد ديال العقل تبارك الله، بمعنى انه كيتغيب عليه التحكم ديما. دخلتي اي حد جاب هذاك المكتب اكيد ما غاديش يمكن يعرف شنو اللي واقف فيه، ولكن سي سيربوت وكان في عمله كاين جهات كثيره متداخله. اشكر الواقفين خلف هذا التكريم الكبير، واطلب الى الله سبحانه وتعالى الصحه والعافيه وطول العمر للاستاذ الفاضل المكرم. كي لا اطيل عليكم اقدم اليكم قصيدتي التي تحمل عنوان: الى متى سيدتي؟
لكن سيدتي تولدت زنابق الوهم الأبدي من طيف عينيك سيدتي تبخر حلمنا الوردي حتى فارسك المجنون ضاعت أمانيه بين أمس وغد حتى شارعك المجهول طالت لياليه فأعلن ثورة الجلد فإلى متى سيدتي إلى متى سيدتي نضاجع بوحا نعانق أشياء وأشياء باليد إلى متى سيدتي ننعي أحياء نمجد أمواتا ساروا بلا عدد إلى متى سيدتي نفاخر جرحا نشد أكفانا بالنجد إلى متى سيدتي إن الدار سيدتي ليس بوافي لوعده سرعان ما يتقلب كالفرقد إن من ضم ذراعه شوك القلى ورمته نيران الوجد والحسد هذا تكريم فما احتفاؤنا بالسيد السربوط إلا هو احتفاء بكل بشكل عام بكل رجال التعليم وبالمجتمع برمته لا نحتفي به فقط اليوم ولكن نحتفي بالمجتمع برمته فهو وأمثاله ممن كونوا هذا المجتمع وكان وراء تكوين هذا المجتمع مشاركتي متواضعة أظنها لأن حقيقة لا يمكن أن أستسيغ في قراءة كل النص العنوان بكائية زورق الخذلان بمشط الغواية يسرق ذبابة أفق منشور على ضجيج الحرمان ينكفئ مكابدا ألم الجزع قبع حدب أندائه في زرقة ليل بهيم بين تكاثف دخان المستحيل بين عبور المحال يتقد ثقاب المنون بشرارته الزرقاء بين ألف سؤال وسؤال يلتحف سواد الليل تخترق معابر المحال فلا يتراءى الطريق بين عطب الويل بين نذوب القدر بين رعود الصخر بين رعود الصخر زبرق الخذلان تكسر جفامين ضحايا أشلاء مترامية بين مرايا الأمواج العاتية انقضى النحب ويح زورق آماله تغيب في مجاهل الفردوس المفقود آه يا قلبي آه يا قلبي العيون بكت وجفة القلب دقت تنشد بكائية زورق الخذلان أكتفي بهذا القدر